أود أن تشرح لي وللمشاهدين ما هي هذه الخطة التي جرى الحديث عن وقفها؟ نعم، يعني هذا سؤال مهم جدا، لأن هذه الخطة عتسريمة دموم أو وقف شلال الدم في المجتمع العربي وفي البلدات العربية هي خطة هامة جدا ومهنية من الدرجة الأولى، وهي تنفذ في بناء على قرار الحكومة 549 في 7 بلدات عربية، منها طرعان وطمرة والطيبة وأم الفحم وجسر الزرقاء ورهد واللد، وفيها من الميزانيات لتفعيل برامج للشباب وللطلاب في هذه البلدات، وأيضا تحديد مهام أخرى للرفاه الاجتماعي والمركز الجماهيري ولدور الشرطة والشرطة الجماهيرية. نعم. وهو برنامج فيه أيضا شراكات يعني جيدة ما بين مؤسسات لم تكن في السابق تعمل مع بعضها البعض، يعني حتى مندوب النيابة العامة موجود في مثل هذا البرنامج، إضافة طبعا يعني قيادة البرنامج من قبل السلطة المحلية ومن قبل رئيس السلطة المحلية. نعم. وأيضا الشرطة وغيرها من المؤسسات، فهو برنامج بحد ذاته برنامج مهني بامتياز، وأيضا فيه مرافقة أكاديمية من قبل الجامعة العبرية، معهد الإجرام في الجامعة العبرية في القدس. متوفر معلومات عن الحجم المادي من ناحية ميزانية لهذه الخطة؟ طبعا، يعني كل هناك أول شيء في كل بلد من البلدات تم بناء برنامج محلي يناسب البلدة ويناسب احتياجات البلدة، وتم تخصيص الميزانيات، وهي ميزانيات في مئات آلاف الشواقل طبعا حسب البلد، يعني التوقع هو مدينة مثل رهط ومدينة مثل أم الفحم والطيبة يعني تأخذ ميزانيات أكثر من بلدة أخرى حسب الاحتياجات وحسب البرامج وحسب عدد السكان، ولكن الحديث عن مئات آلاف الشواقل من خلال هذا البرنامج. نعم. وللأسف الوزير بن غفير يريد أن يوقف هذا. نعم. البرنامج بحجج. وهي أنت شرحت يعني الجهات التي تشارك وتتعاون في هذا المشروع، السؤال ماذا تفعل على أرض الواقع؟ يعني ما هي المشاريع التي تنفذها مع الجمهور، مع الناس، مع البلديات والمجالس المحلية؟ كما قلت، يعني في كل بلد يتم صياغة برنامج من قبل المهنيين في كل بلدة، يعني قسم المعارف وقسم الرفاه الاجتماعي والمركز الجماهيري والمسؤول عن الأمن الجماهيري الموجود في البلدة، بالتعاون وبالتنسيق مع الشرطة ومع النيابة العامة ومع مندوب من وزارة القضاء يتم بناء البرنامج. البرنامج يشمل فعاليات وبرامج للطلاب في المراحل الإعدادية والثانوية، برامج تأهيل للطلاب، برامج تتعلق في قضية البناء القيادات الشبابية ودور الشباب، برامج تتعلق في قضية الحفاظ على الأمن والأمان في الحيز العام في كل بلدة، حث الشرطة على القيام بعملها من خلال الشرطة الجماهيرية أو من خلال الشرطة بشكل عام. نعم. متابعة يعني سجناء شباب يتحررون من السجن لتوفير برامج خاصة لتأهيلهم لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية والحياة التي يجب أن يكون فيها شاب بمثل هذا الجيل، وكثير من الفعاليات والبرامج التي تقام على مدار السنة، وتم تخصيص ميزانيات كما قلت لمثل هذه البرنامج، وأيضا هنالك ملكات خاصة تم إضافتها للعمل في مثل هذه البرامج الجديدة. نعم، إلى أي مدى مثل هذه الخطة أو هذا المشروع هو مهم على مستوى البلدات؟ دعنا مثلا نتحدث عن جسر الزرقاء التي تعتبر يعني بلدة فقيرة ومهمشة وتعاني بشكل كبير من الجريمة والعنف، شهدنا فيها مقتل فتى صغير، طفل حتى. إلى أي مدى مهم وجود مثل هذا المشروع في مثل هذه البلدة؟ أهمية هذا المشروع تكمن في جسر الزرقاء وفي باقي البلدات التي انضمت لمشروع وقف شلال الدم، هو أنه مشروع تجريب، يعني ما يسمى بايلوت، ومن خلال هذا البايلوت ممكن توسيع هذا النموذج من العمل ليصل كل البلدات العربية، وهذا الهدف وهذا ما نطالب فيه كل الوقت وطلبنا فيه من خلال العمل مقابل الحكومة ومقابل اللجنة الوزارية، أن نجاح مثل هذا البرنامج في 7 بلدات يجب أن يؤدي إلى نشر هذا البرنامج
وتطبيقه في باقي البلدات العربية. ما يفيد جسر الزرقاء هو أن هنالك طاقم يقوم بالعمل اليومي أو الأسبوعي من خلال المهنيين في البلدة ومن خلال مؤسسات ومندوبي الوزارات الحكومية لوضع خطة عمل أسبوعية ومن ثم شهرية ومن ثم سنوية لمتابعة القضايا الحارقة في البلدة. وهنا يتم تحديد المهام التي يجب أن تقوم فيها السلطة المحلية من جهة، والشرطة من جهة أخرى، والنيابة العامة وباقي مندوبي الوزارات. يعني هنالك متابعة يومية وهنالك توجيه، وهذا أمر مهم جدا لم يكن في باقي البرامج. هنالك توجيه ومرافقة أكاديمية من قبل مختصين على مستوى عالي من الجامعة العبرية، المختصون في قضية علم الجريمة والعمل مع الشباب والبرامج التربوية، وهذا بحد ذاته يعني إضافة جيدة لبرنامج وقائي، لبرنامج الذي يجب أن يتم تقييمه في نهاية السنة للتعلم من الأخطاء إن كانت، والاستفادة من الإنجازات. نعم. وكما قلت تحويل هذا البرنامج وتوزيعه على معظم البلدات العربية وتخصيص الميزانيات. نعم. لذلك برأيك هل القرار الصادر عن إيتمار بن غفير الوزير إيتمار بن غفير هو بداية لإلغاء خطط أخرى لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، أو لديكم تخوف من إلغاء خطط أخرى؟ أخي شحادي، يعني خلينا أقولها بصراحة، الموقف اللجنة القطرية وقد تم نشر هذا الموقف في بيان واضح لوسائل الإعلام، وأيضا تحويل رسالة لرئيس الحكومة من نهج هذا الوزير ومن سياسة هذا الوزير، هو أننا نشك في نية وفي قدرة هذا الوزير الجديد على معالجة ملف كبير ومركب ومعقد مثل موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي. ونحن نسمع أنه يريد أن يوقف عمل الجمعية أو جمعية الجوينت، ويوقف عمل المشروع الذي يتم تنفيذه في 7 بلدات عربية دون أن يقوم ببحث هذا الموضوع مع الطواقم المهنية، إن كان في الجوينت أو كان في السلطات المحلية أو مع اللجنة القطرية أو مع غيرها. يعني رسميا أود أن أقول أن رؤساء السلطات المحلية في 7 بلدات التي يتم فيها المشروع لم يتلقوا أي يعني خبر رسمي من الوزارة أو من الوزير بهذا القرار، إنما الحديث هو عن نشر في وسائل الإعلام أنه تم بحث الموضوع وهذا ما قرره الوزير. وأيضا تحدثنا اليوم مع مندوبين ومسؤولين عن مؤسسة الجوينت، كذلك قالوا أنهم مستمرون في تنفيذ الاتفاقية، لأنهم يعملون في هذا المشروع. نعم. من خلال اتفاقية تمت مع الحكومة، فهذا المشروع هو ليس مشروع لوزير إكس أو واي، لبن غفير أو لغيره، هذا مشروع حكومي بناء على قرار حكومي. وإذا فعلا تم القرار بهذا الاتجاه فنحن سنتوجه لرئيس الحكومة ليتخذ الإجراءات ويوقف مثل هذا النهج، لأن هذا المشروع هو ليس مشروع خاص لبن غفير أو لوزير معين. نعم. السؤال، ماذا يفهم المواطن العربي فيما لو يعني كان القرار فعلا صادر عن وزارة الأمن القومي وعن الوزير إيتمار بن غفير، ماذا يفهم المواطن العادي؟ هل يفهم أنه قضية الإجرام والعنف التي يعني تقد مضاجع الناس في البلدات العربية ليست على درجة بالغة الأهمية ويصل الحد إلى إلغاء مثل هذه الخطة؟ هل هكذا يفهم الناس؟ نعم، أنا باعتقادي أن المواطن العربي يشعر من خلال تصريحات وتهديدات الوزير بن غفير أن موضوع معالجة قضية الجريمة في المجتمع العربي ومحاربة منظمات الإجرام وقضية السلاح المنتشر بكميات هائلة في البلدات العربية هو ليس موضوع على سلم أولويات الوزير. وهذا الشعور يؤكد مثل هذه التصريحات التي يقوم بها الوزير بوقف البرامج التي يعني تم بذل جهد كبير من أجل إعدادها في هذه البلدات، وتم بذل ميزانيات وتخصيص ميزانيات لمثل هذا المشروع، والآن يعني بجرد قلم مثل ما بقوله يريد أن يوقف مثل هذا البرنامج. فباعتقادي فأن شعور المواطنين العرب اتجاه الوزير الجديد واتجاه الأعمال التي يقوم بها من خلال وزارة الأمن الداخلي هو يعني أن الوزير ليس لديه النية، ويبدو أنه ليس لديه أيضا الكفاءة للتعامل بمثل هذا العمل الكبير، والذي يعني حكومة كاملة
قامت على بناء برنامج واتخاذ قرار 549، والآن الوزير الجديد يبدو لعدم فهمه لأهمية مثل هذه البرامج ولأهمية خطة شمولية ممولة لمواجهة العنف والجريمة يقرر ما يقرر، وهذا بحد ذاته طبعا يعني غير مقبول على المواطن العربي، غير مقبول على رؤساء السلطات المحلية، وغير مقبول علينا كلجنة قطرية للرؤساء، وسوف نقوم يعني بمتابعة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه. تحديدا سؤالي الأخير عن الجملة الأخيرة التي ذكرتها عن دور القيادات العربية سواء كان رؤساء سلطات محلية في البلدات المذكورة أو غيرها، وعن دور النواب العرب أعضاء الكنيسة العرب للضغط بعدم المس بمثل هذه الخطط التي يعني تعالج قضايا وتحمي أرواح الأبرياء في المجتمع العربي. أخي الكريم، على الرغم من أن هنالك يعني انتقادات معينة وتحفظات معينة على الخطة الحكومية وعلى القرار الحكومي بشكل عام، ولكن بالمجمل رؤساء السلطات المحلية في السبع بلدات ورؤساء السلطات المحلية بشكل عام واللجنة القطرية كجسم تمثيلي لهذه السلطات المحلية يعني يبذل كل الجهد لعدم تنفيذ مثل هذا القرار، ويعني هذا الشيء يشمل توجه لرئيس الحكومة وتوجه لمسؤولين في مسؤولين مهنيين في الوزارات المختلفة لمنع تنفيذ مثل هذا القرار، ولأنه ممكن أن يؤدي هذا الأمر أنه في نهاية المطاف يصل أيضا إلى برامج أخرى وإلى نشاطات أخرى من خلال القرار 549. بالنسبة للسلطات المحلية هن أول ناس يعني يتابعوا هذا الموضوع ويهتمون في قضية يعني أن لا يتم مثل هذا القرار والاحتجاج على مثل هذا القرار، وحتى من الناحية الجماهيرية ومن الناحية القانونية أو القضائية سيتم استنفاذ جميع الخطوات، وباعتقادي أيضا النواب العرب يعني سوف يبذلون كل جهدهم من خلال الكنيسة ومن خلال لجان الكنيسة في الضغط على هذه الحكومة أن لا يقوم هذا الوزير بالعبث في القرار الحكومي وبالخطط التي تم إقرارها وإنتاجها من خلال السنوات الماضية حتى وصلنا إلى قرار حكومي ممول. فنحن سنقوم بما يجب القيام به من خلال الرسائل الرسمية والتوجهات الرسمية ولرئيس الحكومة، والضغط أيضا من خلال أعضاء الكنيسة لنضمن أن يتم الاستمرار في مثل هذا المشروع وغيره من البرامج التي تم إقرارها في القرار 549 لمواجهة العنف والجريمة.